مظاهرات شعبية تجوب المدن الليبية ومطالبات بإسقاط الأجسام السياسية الحالية. الإثنين القادم الأنظار تتجه إلى طبرق وجلسة للنواب لبحث خارطة طريق للمرحلة القادمة. التصعيد الغربي بين الوتيرة المنخفضة بعد اللهجة الشديدة إلى المطالبة الخجولة باحترام رغبة الليبيين بالانتخاب الرابعة من قناة ليبيا أهلا بكم مشاهدينا وفيها تتابعون أيضا هاشتاغ ليبي ينتشر بقوة بعد تغريدة إنجليزية بخصوص إبقاء دبيبة في منصبه الى التفاصيل أعلن تيار بتريس الشبابي عن نيته الخروج بمظاهرات اليوم في طرابلس وبنغازي وسبها سيرا على الأقدام بتنسيق منظم ووطني بدءا من الفندق الكبير إلى ميدان الشهداء التيار أكد في منشور له على فيسبوك أنه سيصدر بيانا من الميدان للتأكيد على رفض تأجيل الانتخابات والتنديد بالكيانات المعرقلة للعملية الانتخابية ومطالبة الجهة التشريعية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم تأجيل الاستحقاق الدبلوماسي ديمقراطيه اكثر من ستين يوما كحد اقصى داعيا جميع المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين للمشاركه في هذه المظاهرات كما نظم متظاهرون ونشطاء ومرشحون عن مدينة سبها وقفة احتجاجية أمس اعتراضا على تأجيل الانتخابات وحمل المتظاهرون في بيان لهم كلا من مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حملوهم مسؤولية التأجيل كما طالبوا المفوضية بتوضيح سبب عدم نشر القوائم النهائية للمترشحين وأكد البيان على تحديد الرابع والعشرين من يناير موعدا ثابتا للانتخابات ملوحين بالاتجاه الى القضاء في حال عدم الالتزام بهذا الموعد كما نبه المتظاهرون والنشطاء الى عدم الى ان عدم الالتزام باجراء الانتخابات سيفضي الى اوضاع كارثيه ونشاط للمجرمين ومهربي البشر والسلاح في الجنوب الغربي من ليبيا منذ يوم امس خرجت مظاهرات في مدن ومناطق ليبيا تطالب متحده لا لتاجيل الانتخابات مطالبه او مطالبه بتنحي كل الاجسام السياسيه الحاليه وفي ذات الجهه ستخرج اليوم تظاهرات يقودها حراك باتريس الشبابي في طرابلس تحذر وتطالب باجراء الانتخابات وتحديد موعد نهائي لاجرائها بلا عرقله من اي فرد او كيان تفاصيل مظاهرات أمس واليوم نتابعها في تقرير للزميل محمد فوزي <applause> جمعة الخلاص من الشرق إلى الغرب تتحد الشعارات ويلتحم أبناء الوطن الواحد رافعين صوت التحدي ضد كل من دمر وأفسد وانتهك ليبيا وفرق أبناء الشعب بسبب أطماع ومصالح تخدم أفراداً ودولاً تسعد بتشتت ليبيا ودم شعبها فالرابع والعشرون مر كأي يوم عادي لم تُجرى انتخابات الديمقراطية ولم يسعد الشارع باختيار رئيسه. وفي مدن ليبيا بنغازي، طرابلس، مصراته، وطبرق خرجت مظاهرات كبيره تطالب بانجاح انتخابات ديسمبر المفترض ان تجرى يوم امس ولكن التاجيل سيطر او بمعنى اخر سيطر المعرقلون وخيموا باجواء الغموض على المشهد. عشرة أعوام من التشتت عاشتها ليبيا ومن أجل هذا عبر المتظاهرون عن رفضهم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة بعد الألم الذي عاشته ليبيا وتكبدت فيه الكثير من الدماء والأموال والتخريب فهي لن ترضى بأي شخص يعكر عليها الاستقلال والوحدة هتاف واحد تردد صداه في المدن والمناطق كافة يسقط معرقلي الانتخابات يطالب باسقاط كافه الاجسام السياسيه القائمه حاليا وبان يقتصر عمل البرلمان على الاجراءات التشريعيه للانتخابات حتى التاريخ الجديد الذي اقترحته المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات بعد دوره قمر واحده بالتمام ثم يرحل هو ايضا لتاتي عروق جديده يسير فيها امل اتحاد ابناء الوطن. that. بستر صفراء كانهم جيش اصفر لا ينتهي، سيخرج اليوم حراك تيار بالتريس الشبابي يستنكر تاجيل وعرقله الساسه الليبيين والدول الجاره والغربيه، سينطلق سيرا على الاقدام ليجوب مدينه طرابلس بدءا من امام الفندق الكبير حتى الوصول الى ميدان الشهداء ليعلن في وسط هذه الساحه تنديده واعتراضه على نهب الحقوق. وعدم تمكين ابنائه من اختيار من يمثلهم ويحذر جميع الجهات التشريعيه والمفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات من تاجيلها اكثر من ستين يوما خذلان واحد تلو الاخر من الساسه والجهات التشريعيه والاعيب تجرى فوق وتحت الطاوله وكان السياسي اليوم لا يخاف ويعرف جيدا ان محاسبته لن تحصل فالشهادات تزور والمحاكم تغلق والقضاه يعتدى عليهم واليوم بهذه المظاهرات وبهذا الاعتراض سيعلم جيدا من افسد فرحه الليبيين ان وقته قد حان وان عليه فقط تلبيه ما يريده المواطن الليبي قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي انه يعمل جاهدا على تجنيب البلاد ويلات الحروب وتعزيز الحوار بين الجميع للوصول الى انتخابات نزيهه وعادله بحسب قوله، جاء ذلك بعد خروج المواطنين امس من مدينتي بنغازي والبيضاء للتظاهر من اجل اسقاط الاجسام السياسيه كافه. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى هيبة أن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى المحدد بخارطة الطريق وهو 18 شهرا بحسب المادة الثالثة من خارطة الطريق أضافت هيبة في تصريحات صحفية أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بتذليل العوائق أمامها مشيرة إلى أن الرئاسي يجدد تأكيد استعداده لتسليم السلطة للسلطة القادمة المنتخبة يواصل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إصراره على موقفه حول عدم إمكانية إجراء انتخابات حتى في الموعد الجديد المقرر يوم الرابع والعشرين من يناير مشيرا إلى استمرار وجود الأسباب التي عطلت الانتخابات التي كانت مقررة أمس واكد المشري في تصريح له ان البعثه الامميه للدعم في ليبيا تجاوزت المسار الدستوري وعملت على محاوله تغيير السلطه التنفيذيه من خلال اتفاقات وصفقات على حد تعبيره. اعلن رئيس لجنه متابعه الانتخابات بمجلس النواب الهاد الصغير ان المجلس سيعقد جلسه الاثنين المقبل لتحديد مسار الحكومه الحاليه او استبدالها والتي من المفترض ان تنتهي ولاياتها يوم امس. أشدد صغير على رفض أي تدخل من سفارات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي خاصة بيان السفارات البريطانية الذي يعد تدخلا سافرا في الشؤون الليبية قال عضو مجلس النواب صالح حما ان اقتراح المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات يوم الرابع والعشرين من يناير كموعد للانتخابات هو للاستهلاك المحلي ومحاوله لامتصاص غضب الشارع الذي كان يتطلع الى الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات الرئاسيه مبينا أن سبب وصول البلاد إلى الانسداد الحالي هو رفض المفوضية التعاطي مع أحكام لجان الطعون المشكلة وفقا للقانون رقم واحد وفي مقابلة تلفزيونية علق على عودة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد دبيبة إلى عمله مؤكدا أن دبيبة لم يلتزم بتطبيق المادة الثانية عشرة من قانون انتخاب الرئيس ولم يلتزم بالتعهد الذي وقعه في جنيف مشددا على ان وجوده في القوائم النهائيه للمترشحين يعد مخالفه للقانون دعت رئاسه مجلس النواب المكلفه مساء امس جميع اعضاء البرلمان الى جلسه رسميه يوم الاثنين القادم في مقر المجلس بمدينه طبرق وفق ما نشره الناطق الرسمي باسم البرلمان عبد الله عبر صفحته بفيسبوك. تقرير لابتهال المعايطه يطرح ما يتضمنه جدول اعمال هذه الجلسه. بعد أن خذل الليبيون بتأجيل موعد الاستحقاق الدستوري الذين كانوا يمنون النفس بأن يكون منارة تهديهم إلى من يمثلهم ليحمل مسؤولية إخراج البلاد من أزمات كثيرة أكل عليها الزمن وشرب ليضعوا لهم قدما في طريق الاستقرار والسيادة أصبحوا اليوم يطلقون الدعوات لألا يتأجل الموعد الجديد للانتخابات والذي يوافق الرابع والعشرين من يناير من العام القادم كل الجهات الفاعله في الدوله مطالبه اليوم بحث الخطى والسعي لعدم التاجيل اكثر، لما لذلك من تداعيات خطيره الخاسر الوحيد فيها الليبيون، الجسم التشريعي كثير الاقوال قليل الافعال، يعقد جلساته الواحده تلو الاخرى دون اي جدوى، حتى وان قراراته تقابل دائما بالرفض والانتقاد من مختلف المتابعين للمشهد. وفي السياق دعت رئاسه مجلس النواب المكلفه جميع اعضاء البرلمان الى جلسه يوم بعد غد الاثنين في مقر المجلس بمدينه طبرق حسب ما اعلنه الناطق الرسمي باسم البرلمان عبد الله وفي ذات الخصوص جاءت تصريحات عضو مجلس النواب سعيد مغيب حول جدول اعمال الجلسه المرتقبه حيث قال انها ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنه البرلمانيه المعنيه بالتواصل مع المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات ومجلس القضاء الاعلى حول الصعوبات والتحديات التي ادت لعدم اجراء الانتخابات في موعدها ولفت البرلماني الى ان النواب سيبحث ايضا كافه الاطروحات سواء بتشكيل حكومه مصغره او التمديد لهذه الحكومه لمده شهر بعد انتهاء ولايتها القانونيه في الرابع والعشرين من ديسمبر مؤكدا ان الخيارات جميعها مطروحه والتشاور مفتوح حول التحرك الذي يناسب المرحله الحاليه مصداقيه البرلمان وشفافيته وثقه الشارع الليبي فيه دائما ما كانت على المحك لكنها اليوم تكاد تكون معدومه بعد ان فشل في كثير من المهام التي كانت موكله له خصوصا في هذه المرحله الحساسه من عمر الدوله والتي تحتاج الى جراه في المواقف والقرارات ولكن ليس من الانصاف ايضا ان نلقي المسؤوليه كامله على مجلس النواب حيث تتحمل كل الاطراف السياسيه المحليه والدوليه ما حصل في البلاد من تمزق وتشرذم وانفلات أمني عكر صفو حياة الليبيين لأكثر من عقد من الزمان المتابع عن كثب لنشأة الدولة الليبية قبل سبعين عاما والناظر إليها اليوم بعد هذه المدة الفسيحة من عمرها المديد لا يخامره شك في ان بلادنا قد ولدت ناضجه بعد ان تهيأت لها اراده صادقه لرجالها الذين قادوها الى النماء في ظروف يستحيل معها بناء دوله من عدم وركامه، في حين انها اليوم وهي التي لديها كل مقومات النجاح يصر قادتها على اقتيادها الى الفشل الذريع في جميع مناحي الحياه. مفارقه يصعب تصديقها لكنها واقع معاش. ما بال بلداننا كانها تبدا اعمارها من اواخرها فالناظر إلى ليبيا اليوم لا يساوره أدنى شك في أن ليبيا التي خرجت إلى الحياة من رحم المستحيل قبل سبعين عاما بالتمام والكمال قد ولدت ناضجة مكتملة القوام وهو ما هيأ لها رغم الظروف القاسية التي رافقت ولادتها العسيرة جدا أن تسير بخطى متوثبة نحو الاستقرار والنماء والازدهار في مرحلة كانت تفتقر لأبسط مقومات الدولة فلا موارد تذكر غير بعض الهبات من هنا أو هناك وت تبعا لذلك وفي اي بلد تمر بمثل ظروف تلك النشاه لن تجد او تنتظر بل ولن تطالب لا بصحه ولا تعليم او مرافق فمن اين لها بها وهي القابعه في قائمه افقر بقاع الارض الخارجه للتو من براثم التشاذم والاقتتال والنزاعات القبليه والتجاذبات الاقليميه وهي التي كانت كما هي اليوم مسرحا لصراعات دوليه اخرها الحرب العالميه الثانيه التي انطفات جذوتها قبيل سنوات بعد ان خلفت وراءها كثيرا من الركام المادي والتناحر القبلي في ظرف تلك النشأة للدولة الليبية الفتية يستحيل على أي نظام سياسي أن يخرج ببلاد هذه حالتها إلى مرحلة الدولة الناجحة وهي التي تملك كل دواعي الفشل إلا إرادة الإنسان فما حدث في ليبيا إذ ذاك هو أقرب إلى المعجزة فقد اتحدت وجهة جميع السياسيين وآثروا مصلحة وطنهم على أي مصلحة سواها وجعلوا الارتقاء بالبلاد هدفهم الأسمى فكان لهم بقيادتهم الحكيمة ما أرادوا فقفزت ليبيا في سنواتها العشر الاولى قفزات هائله لا يصدقها علم العمران البشري وليس مرد ذلك الا لصدق العزيمه واخلاص العمل والتفاني في حب الوطن وانكار الذات فالارتقاء بالأوطان ما لم تتوفر له هذه المقومات لن يكون ونمتلك كل موارد الدنيا وليس أدل على ذلك من حال ليبيا اليوم التي لا يشك عاقل في أن مسؤوليها يصرون على خذلانها وتخلفها والانحطاط بها عن مصاف الدول ذات الموارد الهائلة والإمكانات الكبيرة ما أحوج بلادنا ذات السبعين خريفا لربيع تزهر معه من جديد بعد سنوات الضياع وما أحوجنا لتصدر عقلاء كأولئك الذين نجحوا في بناء دولة دون ممقومات في حين فشل من تهيأت لهم كل فرص النجاح في مفارقة يصعب على العقل أن يستوعبها لكنه هو الحال طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الليبية بوضع موعد زمني محدد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تتمتع بالنزاهة والمصداقية بوريلو في بيان صدر امس من بروكسل اكد على ان ذلك ينبغي ان يتم على وجه السرعه وعلى ان يتم الالتزام بخريطه الطريق المتفق عليها مسبقا البيان الاوروبي اكد كذلك على ان الشعب الليبي يستحق العيش باستقرار وسلام بعد عقد من الصراعات وان لا بديل عن الانتخابات التي ستكفل للليبيين الوصول الى مبتغاهم بنقل السلطه سلميا الى حكومه منتخبه وجدد البيان دعم الاتحاد الاوروبي الكامل للوساطه المستمره التي تقوم بها المستشاره الخاصه للامين العام للامم المتحده في الشان الليبي ستيفاني ويليامز وعمل بعثه الامم المتحده مجددا عزمه مواصله العمل معها ودعم السلطات الليبيه في التحضير للعمليه الانتخابيه خمس دول تدعم تطلعات الشعب الليبي وتحرص على نيل المواطن القدر الكافي من الحرية والديمقراطية التي أصبح الشارع اليوم يتغنى بها فقط ومن بين هذه الدول الداعمة هي بريطانيا التي تحث على بقاء الحكومة برئاسة أحد معرقلي انتخابات ديسمبر عبد الحميد دبيبة لنتابع الخامس والعشرون من ديسمبر فاق الليبيون على يوم عادي بلا استحقاق انتخابي ولا ديمقراطيه، كان من المفترض ان يكون يوما مميزا ولكنه قوبل بالتاجيل واصبح في قطار المهملات مثلما اعتادت ليبيا من معرقليها. اسباب التاجيل غير واضحه الى الان سوى ان المفوضيه تتعرض للضغوطات لكن ماهيه الضغوطات غير معروفه والغموض مسيطر على المشهد. مجلس الامن الدولي حذر مرارا وتكرارا من العرقلة وبين ان من تسول له نفسه المساس بديسمبر سيعرض نفسه للمحاسبة سواء اكان فردا ام كيانا لكن هل سيكون هناك بالفعل عقاب؟ أما فيما يخص الدورة الدولية بانتخابات ديسمبر فقد دعت حكومات أمريكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا السلطات الليبيه الى احترام رغبة وتطلعات الشعب لتحديد موعد الانتخابات القادمة. ورغم بيان الدول الخمس حول انتخابات ليبيا والتأجيل، ورغم الدعم والحرص على حفظ حقوق الليبيين، يقول عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن هذا البيان مجرد فقاعات لا قيمة لها كما يرى، مضيفا أن هذه الدول ظلت لمدة ثمانية أشهر ترفع خطاب ان تجرى الانتخابات في موعدها ومر يوم على التاريخ الموعود لكنه لم يحدث. الملفت في الامر وما يستغربه المراقبون للمشهد هو دعم بريطانيا لحريه الشارع الليبي وتمسكها في بيانها بان تستمر حكومه الوحده الوطنيه المؤقته برئاسه عبد الحميد لبيبه كسلطه مكلفه. ورفضها إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية وهو ما كان سببا رئيسيا بحسب الشارع للتأجيل والعرقلة بسبب الإخلاف بعهود مؤتمر جنيف وتزوير الديبل لشهادات علمية من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة يناير المقبل وشهر اضافي من التاجيل هل ستبقى هذه الدول على موقفها ام انها ستناقض نفسها وتتغير بمجرد تغير المشاهد والسياسه الليبيه حتى وان كان هذا التغيير يتعارض مع مصالح الشعب يبدو ان الضغط البريطاني بعد تغريده سفيرتهم وبيان دولتهم بشان ليبيا بالابقاء على حكومه دبيبه وعدم الاعتراف بغيرها في هذه المرحله لم يتوقف ولم تخفت وتيرته ولم تمضي بضع ساعات على البيان حتى غرد وزير الدوله البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي داعيا فيها الى ضروره الانتقال السلمي للسلطه بعد الانتخابات وليس قبلها متابعا ذات الديباجه الغربيه بان من سيهدد الاستقرار سيجد طريقه للمحاسبه قال عضو مجلس النواب جبريل وحيدة لأحدى القنوات المحلية إن بريطانيا مستفيدة بطريقة أو بأخرى من فساد المؤسسات الليبية ومنها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ولا ترغب في تغييرها ونبها إلى أن بريطانيا هي آخر من له الحق في التدخل بالشؤون الليبية معرجا على إثبات شغل سفيرها السابق منصب مستشار محافظ مصر في ليبيا المركزي بمرتب ضخم لا يتقضاه أي ليبي بعد أكثر من عشر سنوات مضت على التوترات السياسية واحتدام الصراع في ليبيا ما تزال عملية الانتقال إلى مصالحة وطنية تضمن عودة الاستقرار وإرجاع سيادة البلاد تبدو بعيدة المنال فالتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية مستمرة في محاولة للهيمنة على المشهد السياسي والأمني ما يزيد الوضع تعقيدا تقرير يرصد اطلاق نشطاء سياسيين هاشتاغ طرد السفيره البريطانيه من ليبيا لاعترافها بالحكومة الوحده الوطنيه المؤقته برئاسه عبد الحميد دبيبا كسلطه مكلفه. طرد السفيره البريطانيه من ليبيا، هاشتاغ اطلقه عدد من الصحفيين والسياسيين والنشطاء الليبيين ردا على بيان السفاره البريطانيه في ليبيا الذي يتمسك باستمرار عمل الحكومه المنتهيه ولايتها امس، الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا في الشؤون الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق ورغم أن الرهان الأساسي يبقى على الأطراف الداخلية وأن الجهد الأممي جاء لحلحلة الملف الليبي بجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفن ويليامز بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين عبر الحوار السلمي، تبقى هناك أطراف خارجية لا زالت تعبث بالساحة السياسية ولا شك أن دخولها بثقلها على خط الأزمة بات يؤرق البلاد. ويثير المخاوف والغضب ومن ذلك إعلان بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة كسلطة مكلفة ورفضها إنشاء حكومات أو مؤسسات وصفتها بالموازية ما أثار حالة واسعة من الغضب وصفت التجاوز بغير المقبول حيث ربط ناشط البيان بذكر الاستقلال قائلا ذكر استقلال البلاد ومحتلة بالمرتزقة ومن يقرر مصير البلاد سفراء دول أجنبية وكأنه لا يوجد شعب بهذه الرقعة المسماة ليبيا يتحرك لإنقاذ بلاده وإنقاذ مستقبله وآخر طالب القوى الوطنية الفاعلة في الشرق والغرب والجنوب بأن تجتمع بشكل عاجل وأن تضع خلافاتها السياسية جانبا من أجل إنقاذ الوطن الذي لا يحتاج تغريدة بل يحتاج تحركا جادا وفعليا على الأرض قبل فوات الأوان هذا وكانت السفارة البريطانية قالت أن بلادها تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة مشيرة إلى أن أهمية البناء والمحافظة على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار العام الماضي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وأضافت أنه وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق السياسي الليبي ستواصل بريطانيا بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا للانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية شعب لا يريد تدخلا خارجيا في بلاده يتحرك وينفض غبار الخوف ويشدد بان حل الازمه الليبيه هي لليبيين فقط ويطالب برفضه التام والكامل للتدخل القوى الخارجيه في شؤونه الداخليه ووضع حل للسيطره عليها وهو صاحب الحق في الاختيار اولا واخرا اعتبر سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ان تاجيل الانتخابات في ليبيا والتي كانت مقرره امس اعتبرها امرا عاديا لا ينبغي ان يتخذ كحدث دراماتيكي بحسب وصفه تبع بوتشينو ان العمليات السياسيه في ليبيا لا زالت مستمره والحديث عن الانتخابات لم ينتهي رغم كل ما يشوب هذه العمليه من عراقيل وشبهات، مذكرا بان صمود اتفاق وقف اطلاق النار بشكل عام يعد مؤشرا ايجابيا. ذكر السفير الايطالي ان الانتخابات البرلمانيه الاولى التي جرت عام 2012 تاجلت لشهر اضافي. وختم في تصريحات متلفزه بان امن ليبيا من امن ايطاليا لذلك يعد استقرارها مهما لايطاليا ومن منطقه البحر الابيض المتوسط. في اطار متابعته للتطورات السياسيه الليبيه التي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في موعدها المحدد دعا الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط مختلف الاطراف الليبيه الى اعلاء المصلحه العليا للبلاد فوق اي حسابات ومصالح ضيقه. ونقل مصدر مسؤول بالامانه العامه للجامعه العربيه تاكيد ابو الغيط ان ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لانجاز الاستحقاق الانتخابي في اقرب الاجال بما يفضي الى تحقيق مصلحه الشعب في اختيار المعبرين عن ارادته للمساهمه في الحفاظ على وحده وسياده الدوله قالت وزارة الخارجية التركية أن الانتخابات تعتبر منعطفا هاما في العملية الانتقالية بليبيا دعية كافة الأطراف الليبية للتحرك بحص المسؤولية إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الخارجية شددت على ضرورة عدم حدوث فراغ في الشرعية والسلطة بالبلاد مؤكدة ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة وأن تحظى بالاعتراف من قبل كافة الأطراف في ليبيا وأن تمارس التي ستنتخب صلاحياتها في سائر البلاد. بحث مجلس شيوخ قبائل الطوارق ليبيا مع بعض الفعاليات الشبابية واعيان قبائل التبو في مدينة غات اليات المشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة وجعلها مخرجا للازمات التي يعيشها المواطن في المنطقة الجنوبية. كما ناقش اللقاء ميثاق شرف التعايش السلمي بين مكونات المنطقة إضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون بين القبيلتين التبو والطوارق عقد اليوم لقاء ضم رئاسه مجلس شيوخ قبائل الطوارق بمختلف اداراته ونوابه وايضا تم اللقاء مع رئيس عضو لجنه الحكماء في للتبو في اوباري وايضا رئيس مجلس الشباب التبو في اوباري في رساله من رئاسه مجلس شيوخ قبائل الطوارق لعقد لقاء من اجل التشاور والتحاور حول المرحله القادمه لبناء ليبيا في اطار تاجيل الانتخابات ايضا التحدث فيما بينهم فيما يتعلق بالمكونات خاصه فيما تضمنه مشروع الاعلان الدستوري وايضا حقوق المكونات فيما يتعلق بالمرحله الانتقاليه القادمه والتي يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار <applause> قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري انهم يقدرون عمل اللجنة للعمليه الامنيه الواسعه التي تقوم بها الاجهزه الامنيه المختصه لملاحقه مهربي البشر والمؤثرات العقليه في مدينه طبرق والمناطق الحدوديه المجاوره اضاف الحراري في تصريحات صحفيه ان هذه الحملات الامنيه يجب ان تتواصل لتضع حدا لظاهره تهريب البشر والمخدرات في تلك المنطقه التي اصبحت مدخلا رئيسيا لتدفقات الهجره غير القانونيه والمواد المخدره أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم أن الحالات الوبائية في ليبيا لا تزال تصنف في إطار الانتشار المجتمعي وفق بيانات منظمة الصحة العالمية حيث بلغت, ال... بلغت الاصابات الكليه بالفيروس 384663 واربعه وثمانين الفا حاله بينما توفي متاثرا بمضاعفات المرض خمسه الاف وواحد واربعون شخصا وقدرت الحالات التي تحتاج الى رعايه طبيه داخل المرافق الطبيه خلال الاسبوع الماضي بحوالي مئه وثمانين مصابا ومصابه بزياده بلغت اثنين عن الاسبوع الذي قبله أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 54.17% للعام الدراسي 2020-2021 وبلغ عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات لهذا العام سبعة سبعة آلاف وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعين طالبا وطالبة نجح منهم عشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون طالبا وطالبة وكغيرها من مدارس كل المدن الليبيه تواجه مدارس سبها مشكله عدم توفر الكتاب المدرسي ما دفع بعض ادارات هذه المدارس لاتخاذ خطوه تصوير المناهج المدرسيه وتوزيعها مجانا على الطلبه حتى يمضوا في العمليه التعليميه بشكل منتظم في حين يؤكد مكتب التعليم بالمدينه على ان الكتب لا قد لا تتوفر خلال الفصل الدراسي الثاني المزيد في تقرير مراسلنا من سبها للمتابعه سعت مدرسة المنشية المشتركة بسبع لتخفيف أزمة الكتاب على طلابها وبادرت بتصوير وتوزيع المناهج مجانا للجميع كمحاولة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي في بعض مناهج اللي هي ثالثة إعدادي باهي آه عندك الإنجليزي والتاريخ والحاسوب جمعنا نزلنا المنهج من الـ من النت طبعا وقمنا بطباعته داخل المدرسة توفير الطلبة أول المادة هي بدينا فيها الحاسوب مشكلة الضي أول حاجة كان مرات يكون من الساعة ثمانية نجي الصبح للمدرسة تلقى الضي قاص نضطر نقعدوا لآخر الدوام الساعة اثنين الساعة ثلاثة وأحيانا نرفعوا فيه العمل خارج المدرسة اللي هي في البيت نقوم بتصوير باش نوفروا الكتب للطلبة مشكلة الورقة كان عندنا إحنا مقصف يخدم بحيث إنه ناخدوا قيمة وناخدوا بها الورق ولكن لم تستطع كل مدارس اتخاذ ذات الخطوه وتظل نسبه كبيره من الطلبه تواجه مشكله الكتاب وعدم توفره. مكتب التعليم بالمدينه غير متفائل بتوفر الكتاب حتى في الفصل الثاني. والله على حسب المعلومات اللي لدينا صعب توفر الكتاب الدراسي في الفصل الثاني. لان الكتاب الدراسي يتم التعاقد عليه قبل العام الدراسي بفتره حتى يستطيع ان وصوله للدوله الليبيه ومن ثم وصوله لمراقبة الخدمات التعليميه، يعني هذه امور تم الاعداد لهم قبل العام الدراسي بوقت يعني كافي. هذه المشكله ستؤثر سلبا على العمليه التعليميه وبالتالي ستؤثر على مخرجاتها. لا تظهر في الافق القريب اي بوادر لانفراج ازمه الكتب المدرسيه التي يبدو أنها ستكون رفيقة طلبة المدينة لهذا العام لقناة ليبي عبد منعم جهيمي سبها رابعة متواصلة وفيها بعد فاصل القصر المحاسبة تطلب إيقاف توريد شحنة اللقاح السني ورائحة فساد تلوح في أفق الاتفاقية بكم مشاهدينا من جديد أشاد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بدور البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في تفعيل القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المكانية بما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية وقام الوزير بزيارة لمقر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها المناطة إليها كما تفقد الحويج رفقة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطه الحاضنه التكنولوجيه وخطه عملها وسبل تعزيز دورها في برنامج التحول الرقمي اكد مدير مركز معلومات واعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الوهاب خضر ان ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين وزارتي عمل ليبيا ومصر يعد امنا قوميا لمصر ليس في مجالات السياسه والاقتصاد والنواحي الامنيه فقط بل ايضا فيما يخص العمال وتوفير فرص عمل في ليبيا اوضح خضر ان ما حدث من تطورات حديثه في العلاقات الليبيه المصريه فيما يتعلق في العمال سبقتها مراحل مليئه بالازمات التي لحقت بالعماله المصريه في ليبيا أعلنت الجمعيات التعاونية الإستهلاكية بمدينة سرت عن تسلمها شحنة أسطوانات غاز الطهي من مستودع الوسطى بمصراته، وقال مراقب الإقتصاد بالبلدية لوكالة الأنباء الليبية وال إن شحنة الغاز بلغت قرابة 960 أسطوانة وسيتم توزيعها بالتساوي عن طريق مراقبة الإقتصاد. في الوقت الذي تتسارع فيه بلاد العالم اجمع في ظل وتيره تفشي جائحه كورونا وخروج متحور جديد على الساحه، بلاد تكثف حملاتها لتلقيح مواطنيها وتتسابق للحصول على اللقاحات وابرام الاتفاقيات، وبلاد في اخر القائمه في جلب اللقاحات الى البلاد. تقرير يرصد خطاب رئيس ديوان المحاسبه بالانابه علاء الدين المسلاتي بتوقيف توريد اللقاحات بسبب الاسعار المبالغ فيها، لنتابع. حتى في أعظم المشاكل وأكبر المصائب التي لا يمكن للشخصين أن يختلفا فيها على مدى خطورتها نجد نفسنا في آخر قائمة الدول التي تطلب اللقاح العالم كله مرتعب من تفشي الفيروس ويوفر اللقاحات ويفتح باب التسابق لعقد اتفاقيات مع الشركات المنتجة للحصول على احتياجاته إلا نحن نختلف في المسلمات ليبيا لا يكاد يتخطى ازمه ليدخل ازمه اخرى ولم تسلم البلاد من ازمات لتصل الى اللقاحات فبعد استلام الجرعه الاولى من اللقاح الروسي جاءت ازمه عدم توفر الجرعه الثانيه من سبوتنيك رغم مرور اكثر من شهر ونصف الشهر على الموعد المقرر لمنتظري الجرعه الثانيه من اللقاح كشف نقيب أطباء ليبيا في وقت سابق أن الحكومة كانت على علم كامل بأن أعدادا كبيرة من المواطنين كان يتوجب عليهم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد نحو ثلاثة أسابيع أو أشهر من الجرعة الأولى، هذا وبالرغم من وصول شحنات من اللقاحات للفيروس من إيطاليا ومالطا واليونان، وبعد كل هذا التأخير وهذه الأزمات التي صاحبت ملف كورونا، ها هي مشكلة أخرى تطفو على السطح؟ تفاصيل هذه الأزمة جاءت حينما أرسل رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة على الدين المسلاتي خطابا إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة طالبهما فيه بإيقاف توريد شحنة تقدر بمليوني جرعة من لقاح الصين الصنع مضاد لفيروس كورونا بسبب الأسعار المبالغ فيها ومصاحب إجراءات التوريد من غموض الخطاب أشار لاستعجال الحكومة في وقت سابق بتوريد ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كورونا وبالرغم من عدم تمكنها من التصرف في الكميات السابقه بسبب عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح الصيني ووجود كميات كبيره بمخازن وزاره الصحه بعضها مهدد بانتهاء الصلاحيه، لافتا الى ان رصيد الجرع وصل في نوفمبر الماضي الى اكثر من خمسه ملايين جرعه بالاضافه الى شحنات اتفاقيه كوفاكس، وعاد الخطاب ليشير الى الاتفاقيه التي طالب بايقافها موضحا أنه اطلع على اتفاقية مبرمة بالمخالفة عن طريق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بأمر التكليف الصادر عن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان لشراء مليوني جرعة من اللقاح الصيني بقيمة 52 مليون دولار وأبدى الديوان تحفظه على الكميات الموردة والأسعار التي يرى أنها مبالغ فيها خاصة مع ما صاحب إجراءات التوريد من غموض مطالب الرئيس الحكومة ووزير الصحة بإقامة في تنفيذ الاتفاقية وعدم اتخاذ اي اجراء من شان توريط الدولة توريدات ولا تحتاجها او الاستمرار في ابرام اتفاقيات يكتنفها الغموض ولا داعي لها هل توغل الفساد في امتنا الليبية ليطال ارواح الناس ايضا وهل ارباح الناس باتت رخيصة الى هذا الحد الدول تتكاثف لحماية شعبها ونحن نبيع بارخص الاثمان عقدت منارة الاحضار العلمية العالمية بسبها ندوتها السنوية الرابعة والتي كانت هذا العام حول السلم الاجتماعي في فزان بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها والجامعة الأسبارية ولفيف من المهتمين بتعزيز السلم الاجتماعي المحلي بسبها قال عضو اللجنة الإدارية بالمنارة محمد أبو الأسعاد الطيب لقناتنا إن الندوة تتحدث عن السلام وسبل تعزيزه بالقيمة الدينية الوسطية التي تدعو للسلام المجتمعي انطلاقا من الأسرة والمسجد وكل فئات المجتمع تقوم المنارة الحضيري بالدورة الرابعة في, في هذه السنة بإقامة ندوة تتحدث عن السلام و... وحث الناس على السلام في هذه البلد وفي جنوبنا خاصة وفي ربوع ليبيا عامة نسأل الله عز وجل أن ينشر السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام يا رب العالمين نحاول قدر الإمكان أن نشوف خلاصة كيف نحث الناس على التعامل بالسلام سواء كانت من ناحية المساجد أو سواء كانت من ناحية المجتمع أو التعامل بين الناس ختام الرابعة إلى العناوين. مظاهرات شعبية تجوب المدن الليبية ومطالبات بإسقاط الأجسام السياسية الحالية. الإثنين القادم الأنظار تتجه إلى طبرق وجلسة للنواب لبحث خارطة طريق للمرحلة القادمة. التصعيد الغربي بين الوتيرة المنخفضة بعد اللهجة الشديدة إلى المطالبات الخجولة باحترام رغبة الليبيين بالانتخاب. هاشتاغ ليبي ينتشر بقوة بعد تغريدة إنجليزية بخصوص إبقاء دبيبة في منصبه. نهاية الرابعة مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة لمزيد من الاخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الالكتروني ليبياسشانل دوت كوم او عبر مواقع التواصل الاجتماعي في امان الله